الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على خير رسول الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في القراءة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله عند كلامه على الاختلاف، وقد مهدت بتمهيد مختصر عن موضوع الاختلاف وبيان معنى الاختلاف، وأن هذا الاختلاف الذي نراه أولا ليس كله اختلافا حقيقيا. المية تنزل هنا. لا، هنا فيه مية فوق راسكم.